شات جات هذا استجابة للتماطل المسؤول يو الوقفة الأولى خرج بنا خرج بها هو بذاته ليدعي دون أن أسميه ما عندي دون تحفظ باش نسميه عبد الله النباجي فهذه كانت الوقفة الأولى على أساس مد جسور الحوار وحل المشكل قائم ماشي كتعرفوا غير هذه المؤسسة جل المؤسسات مدينة مراكش وفي ظلال هذه الجائحة اللي كعرف العالم كله فهاد الاباء والاولياء راه لا شك حتى هما متضررين وبالتالي كان نداء من طرفنا على اساس تكون حوار كل كباقي المؤسسات الاخرى اللي كتحترم راسها في الحقيقه انا اولا تصدمت بالخروج ديالو كنت كنتظر منه اكثر من هذا يعني كنت كنتظر منه انه انسان رجل تربيه رجل تعليم عارف سميت فائده به كان لقى العكس فهذه الصدمه الاولى في الحقيقه اللي تصدمت بها بزاف هذه المحطة النضالية الثالثة كنوقفوا إن شاء الله يوم السبت 27 في 27 يونيو من خلالها كنقولوا دائما أن اللجنة الذي سماها مديره التربوي لجينا هانتوما كي كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله ما زالت تمد يدها للحوار ما هربانين حتى شي حاجة شكون اللي هربان من الحوار هذا إضافة إلى سلوكات لا تليق بالتربية تماما في اجتماع ثاني بحضور السلطة المحلية السيدة القائدة درجة تقبل قلب عليهم الطابلة وسميت هذا لا يليق برجل التربية حنا جيو كنقولوا اليوم بأننا حنا حاضرين وأن اللجنة اللي كتمثلنا هي اللي تمثل هاد الآباء والأولياء في حين الجمعية اللي تكونات في الكواليس لا تمثلنا في شيء احنا دائما وابدا نقول دائما للحوار الحوار هو الحل احنا اولاد المؤسسة ملي بدات من الاول هذا علاش قلت لك في قبل كنت فاجئ هذا التدخل فبالتالي مؤسسة تحترم نفسها تكون فيها الوطنية كباقي المؤسسات التي تحترم نفسها بغينا الصراحة نعتزوا بها لو كان خداو المنحة ديال المؤسسات الوطنية اللي كتحتارم راسها خداو هذه المبادرات والخطوات دون اللجوء لهذه الوقفات ولا شيء من هذا القبيل كنا كننتظروا تكون يعني مؤسسة وطنية في حين أن ما كيبان إلا حسابات المسائل المداخل وهذا لا يليق بمسؤول تربوي شكرا لكم وتحيه من هذا المنبر لجميع المنابر الاعلاميه الصادقه واللي كنقول الخبر بجديه وعلى راسها جهه 24 تحيه لكم المغربي اليوم جهه 24 لجميع المنابر الاعلاميه بالمناسبة كنحيي الطاقم المغربي اليوم تحية خاصة اللي نقلي من هذا النبض ديال الآباء والأولياء الحقيقيين ديال المؤسسة وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم تحية للجريدة المغرب اليوم اللي واكبت معنا هذا الحدث حنا المرة الثالثة حنا كنوقفوا هنايا قدام هاد الناس ولكن شي واحد اللي بغى يتحاور معنا كسخروا بنا بألفاظ ناديها تيقولوا لنا لو جينا وحنا اللهم صل على سيدنا محمد انتم كتشوفوا عشتوا الاجواء اليوم كيفاش دايره لاحظنا عليهم بزاف ديال الملاحظات والحمد لله استوعبوا الدرس علقنا على العالم ما كانش معلق علقوه علقنا على اخبار تيلوحوا لنا الوليدات في الواتساب رعبوا لينا الوليدات واستوعبوا الدرس ولاو كيصيفطوا لينا حنايا في لي ميساج عامرين بالاخطاء كيدل على انه ما عندهمش حسن بعد التسيير الاداري لانه هاد الناس الا كانوا فعلا حالين باب ديال الحوار كانوا يعيطوا لينا غادي نقولوا حنا كاينه جائحه كورونا ما يمكنناش التواصل يمكننا كذا كان عليه يدير جروبات يدير واحد البلانينغ دو ترافاي يعزل الموظفين يعزل
الناس اللي عندهم الحرف، الناس التجار ويتشاور معنا، وقلنا راه كاينه الجائحه وبينا نضامنوا، اشنو كتقولوا، اشنو الاقتراحات ديالكم؟ هذا الشيء كله ما كاينش منه. لو كان هذا الحوار هذا ما غاديش نوصلوا حنا لهذه الحاله هذه. وكنحمل المسؤوليه لرئيس جمعيه اباء اولياء التلاميذ، هو اللي كان خاصو يهضر معنا. وحنا دابا راه كنطالبوا معاه المحاسبه، كنشوفوا حنا هذيك فلوس الجمعيه فين مشات، واش دخلوها لجيوبهم، وصلحوا بها المؤسسات، ولا صرفوها على الوليدات فاش تصرفوا. ودخل الحمام ماشي بحال خروجو. وتحيه نضاليه للاخوان وشكرا. السلام عليكم، انا الام ديال جوج ديال الوليدات اللي تيقراو هنا في المؤسسه ديال لاغانيي. جينا اليوم هذه وقفتنا الثالثه، محتجين على تعامل ديال الاداره معنا اللي لحد الان هذه وقفه الثالثه وما خرجوش وما تفاوضوش معنا وما هضروش معنا. هذا دليل على انهم ما عطيناش قيمه بحال المدارس الاخرى اللي الاغلبيه ولا نقدر نقولوا الكل اعفى والوليدات من الاداء. وهو حتى طاوله الحوار ما جلسش معنا فيها، وما توصلناش بلغات من عنده بداك الكلام اللي كيقول بانه دار الاعفاء ودار ما دارش الاعفاء، دار نسبه ديال الاعفاء. فاحنا باغيين منه غير يتحاور معنا ويتفاوض معنا ونخرجوا بنتيجه، ما غنبقاوش حنا اشاك فوا نوقفوا وهو ما عطيناش قيمتنا ونسمي اللجنه ديالنا لجينا، راه ما يمكنش، راه خصك تخرج وتهضر.